طب كابتن فتحي، يمكن الانجاز ده اكيد منظومه كامله بدو ديجو، وان احنا نفضل على القمه بالشكل ده اكيد يعني منظومه كامله. كان ليك كلام عن الموضوع ده. انا بس احب طبعا اشكر مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب، اللي هم مدعمين بطريقه خياليه، يعني اي حاجه بنطلبها ما بيقولوش لا. كمان بشكر الكابتن رؤوف عبد القادر اللي هو واقف ظهرنا بصراحه، مدير النشاط الرياضي، اي حاجه بنطلبها واقف في ظهرنا وبينفذها لنا على طول، وده طبعا من الاسباب الانجازات اللي بتحصل دي، ويمكن ان النادي مدعمنا. طبعا، ويمكن مشاركه عدد كبير. يمكن كلمنا على البطوله اللي جايه لمنتخب مصر اللي هيروحها في الدوحه، كلمنا عنها وكم يعني لاعب مشارك. يعني يمكن طبعا اكثريه اللعيبه بتوع منتخب مصر من عندنا في النادي الاهلي، يعني اللي رايح بطوله قطر دي كابتن محمد البيلي، عندنا كابتن خالد عصر، كابتن شادي مجدي، عندنا بردك البنات هنا جوده، بسم الله ما شاء الله عليها هنا جوده. طبعا انا بوجه لها الشكر، نعمتنا الكبيره طبعا. بوجه لها الشكر ان هي بذلت مجهود كبير جدا السنه دي، لان بتلعب 15 و18 و21 وعلى قمه التصنيف العالمي. وعلى قمه التصنيف العالمي هي بطله عالم، وطبعا بشكرها وبشكر والدتها ووالدها اللي هم برضك ما بيتاخروش عن النادي الاهلي في اي حاجه. منين ما بنطلب هنا جوده، هنا جوده موجوده. طيب، ويعني مشاركه عدد كبير. يمكن البطوله دي خلينا نوضح للساده المشاهدين، بطوله في الدوحه هتبقى بطوله عالم مصغره، بيشارك فيها كل نجوم العالم، فتبقى بطوله مهمه. والنادي الاهلي حقيقه دعم منتخب مصر بعدد كبير من اللاعبين، بتهيألي ده يعني بيدل ان احنا الحمد لله في التوب. لا احنا مسيطرين الحمد لله. مسيطرين الحمد لله. الحمد لله. طب كابتن، برضو بحكم ان حضرتك مطلع وشايف الرؤيه من بعيد، مستقبلنا في الاربع خمس سنين جايين كويس برضو؟ هنستمر كده ان شاء الله؟ ان شاء الله. طالما بقول لحضرتك مجلس اداره بيدعم تنس الطاوله بطريقه جميله جدا جدا، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي واقف معانا على طول في ظهرنا، اي حاجه بنطلبها ما بيقولش لا. شايف ان الدنيا ماشيه في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله نحافظ على المستوى ده إن شاء الله. وطبعا اكتريه مدربين النادي الاهلي كلهم ولاد النادي الاهلي طبعا، فدي بردك ميزه ان هم عارفين النادي الاهلي هو بطل. صحيح. ما عندناش الا الاول. صحيح طبعا. طب كابتن حسام.